Mas em que fã da Balmuja. صباح النور فاطمة، مرحبا بيك. لقيت هذا الموعد معاك باش نسمعوا الاخبار الزينه، ان شاء الله نهارك زين. مرحبا، صباح الفل. بسعديك سافا، الحمد لله. نسلم عليك برشا هيثم، مراد، ناس الكل يسمعوا فينا. كريمه وميمه، صباحكم ان شاء الله يا ربي احلى صباح. اليوم نحكيوا على شهر سبتمبر. كي نقولوا سبتمبر يعني شهر الحب للحمل، منصب جديد البرج الثور، فما استثمار زاده للجوزي، مرحله مهمه باش تكون ليندا في حياه برج السرطان. الصحه للأسد والحظوظ الكبيرة للعذراء، فما خطبة زيدة للميزان وسفرة للقوس وخدمة جديدة إن شاء الله راهي باش تكون للعقرب، وفما زيدة برشا راحة نفسية للجدي وتحقيق أحلام برج الدلو وزواج للحوت. هذه الكونكلوزيون تاع الشهر هذا للأبراج الفلكية الكل. وخلينا نحن قبل هذا الكل نبدأ بالأبراج اليومية مع الحمل اللي هو نهير الحب والأجواء الداعمة، وزيدة فما فرصة ارتباط في آخر الشهر الثور. الحظ راهو بين يديك والعائلة راهي فرحانة بيك، عندك الترقية وفما زيدة شراكة مهنية. والجوزي زيدة شهر العائلة، السفر والأجواء المبروكة، ممكن زيدة ليندا عنده خطبة ونار الحب زيدة والمشاعر الرومانسية الكبيرة، فما تغييرات كيف ما قلنا باش تكون كبيرة ومصيرية، فما أخبار عاطفية وحلول عائلية، فما زيدة الفلوس وعنده الدعم، وفما زيدة الفرص المهنية جديدة، ممكن ليندا عنده دار جديدة وإلى خدمة جديدة. المهم راهو فما حاجة جديدة باش يفرح بيها برشا، باش تنزيد البرج الجوزي. والسرطان زيد شهر الفلوس، العلاقات والصحة، الحمد لله. نحن ديما نقولوا الصحة هي الأولى، كيف ما تقول ليندا، يعني بالنسبة ليها راهي الصحة هي قبل الفلوس. أو برشا مقتنعين كيف هيك يذر هذول أهم حاجة، أهم حاجة ديما ربي يعطينا صحة البدن. المهم راهو الشهر هذا داخل بقوة، داخل بأفكار جديدة ومقنعة، حظوظ وفرص وأخبار عاطفية راهي تعمل الكيف، أخبار عاطفية على العال. والأسد نحب نعطيك بشارة، حضرنا روحك للرزق والأخبار الطيبة. كما قلنا فما برشا حظوظ ونسبة التفاؤل راهي ماشية وتزيد، فما انفراج على الأبواب وسلسلة زيدة من الأفراح في شهر سبتمبر، وإن شاء الله ربي زاره باش يعوضك خير على كل حاجة سلبية كانت في حياتك. صيدنا كيف نقولوا صيدنا احنا الأسد اللي هو إمبراطور السعادة، يحقق نجاح كبير وتتحسن زيدة وضعيته المهنية. ومولود اليوم من برج العذراء، نتمنى له زيدة برشا خير وسعادة، صاحب الضحكة المزيانة، صاحبه كيف نقولوا زيدة العذراء هو الإتقان في العمل، ويعشق زيدة قصص الحب الأسطورية. عذراء إن شاء الله يا ربي كل عام وإنت عزيز قلب، إن شاء الله كل عام وإنت الحب يا عذراء. وزيدة عندي كلمتين حلوين للميزان، حب كم تركزوا معايا مليح مليح. الحب راهو موجود كيف كيف، زيدة مشاكلك العالقة إن شاء الله يا ربي راك باش تلقاو لها حلول، وإن شاء الله زيدة يا ربي ترجعك الضحكة تنور حياتك. زيد راهو فما قرار كيف ما قلنا للميزان وإلا خطوة جريئة في عالم المهنة، نعرفوا راهو الميزان قدها وينجم يقد روحه، ولحظة الانتصار راهي زيدة باش تكون على قريب. والعقرب زيدة عنده أرباح مادية، عنده أرباح معنوية، وين يحس زيدة برشا راحة نفسية، داخل زيدة في مرحلة كلها تغيير وجديد، وإن شاء الله يا ربي ينور حياتكم. مهم أنتم تقولوا آمين. وين آمين؟ أمين أمين يا ربي أمين. نبعدي ونحن للقوس، كوكتيل زيدة من التأثيرات الإيجابية، كلك نشاط كلك حيوية، وفما زيدة برشا راحة نفسية، يعيش أحداث مزيانة سي القوس ولقاءات، فما لقاءات رومانسية. سبتمبر هو شهر الفلوس والتنقلات، ممكن زيدة فما سفرة حتى مش بعيدة باش تكون هكا قريبة، بعيدة شوي قريبة شوي. والجدي زيدة خطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل برشا، يتخطى زيدة برشا عقبات وعراقيل، يدخل زيدة في عالم الحب، يوصل زيدة يحقق أحلامه سي الجدي، أحلامه الوردية، أحلامه المزينة. المهم عنده الترقية ويحقق أرباح، تغير له زيدة مجرى حياته، ويدخل زيدة في عالم الثروة، فما فلوس جاية للجدي، يمكن من أكثر الأبراج
صحيت صحيت مراد، يمكن من أكثر الأبراج اللي عنده فلوس الشهر هذا شهر سبتمبر، ودلو متميز زادة في علاقاته الشخصية، يعيش أوقات حالمة ومزيانة، الفرحة زادة تدق عليه الباب، عنده الخير، عنده رحلة زادة كيف ما قلنا في عالم مهنة جديدة، عنده منصب جديد يرى النور، وإن شاء الله زادة يعوضك ربي خير في المستقبل القريب. ونختموا مع الحوت اللي باش يحقق أرباح وعنده اتفاقيات زادة مهنية، عرفت كيفاش تناقش زادة بمهارة تتفاوض بذكي، ينجز جل أعمال ونهير الحظوظ والأجواء العاطفية، وين يلقى زادة إجابات لبعظ التساؤلات الغامضة. هي اللي يظهر كل واحد عنده هي العام حافل عام شهر شهر إن شاء الله عام كامل شهر حافل بالأخبار البية، وكل عادة نقول إن اللي يحل بالدار الصباح قصد ربي القضية الثنية ماشي باش ياخذ موافقة متاع قرض ولا أونتروتيان متاع خدمة ولا باش يعدي بيرمي كل كو سوا الحاجة اللي باش يعملها إن شاء الله تكون زينة. وعلى اللي حكيتو لنا توا هذول الناس كل عندها حظ في شهر سبتمبر وديما فما الحظ إن شاء الله عندك برشا زهر فاتومة أنت زيدة.